الساحرة التي تنساب من تحتها السحاب. عندما ترى الصور للمرة الأولى قد تظن أنها من روايات وأفلام ديزني، لكنها صور حقيقية لإحدى قرى محافظة صنعاء. الحطيب، القرية الساحرة التي تستطيع أن ترى من قمم جبالها لوحات جمالية غاية في الإبداع، وقد بنيت على سفح جبل مرتفع جدا إلى درجة أن السحب تجري وتمطر من تحتها. إنها قرية الحطيب بمنطقة حراز التابعة لمديرية مناخة غرب العاصمة صنعاء. والواقع أن ارتفاع الجبال قد تجاوزت السحاب، لذا فأهل القرية لا يستطيعون أن يروا ما يحدث فوق الأرض، فمدى رؤيتهم هو السحاب. كما أن القرية تعاني من قلة المطر، فأغلب المطر يمطر من أسفل القرية للأرض، فلا تنال القرية إلا الشمس. وبالرغم من علو جبالها الشاهقة وطرقها الوعرة، إلا أن الرغبة الشديدة لمعرفة عاداتها المختلفة وتقاليدها عن قرب تجعل الإنسان يتحدى الصعاب ويتجاوزها للوصول إليها.